هيدي آخر مرة بصدقك يا شومو، نحن بطلنا أصحاب. أوقات كتير بتعيش ناطر الشخص اللي رح يغير لك حياتك، بتفتش عليه وين ما كان، يمكن تلتقي فيه ويمكن لا، وأوقات من أول لحظة بتعرف مين هو، وأوقات بتقضي حياتك كلها معه ما بتعرف إنه هيدا هو. ما حدا يضحك على حاله، حياتنا مش نحن اللي منغيرها، هن اللي بغيروها، الناس اللي منعيش معهم، اللي منشتغل معهم، اللي منحبهم. يلا تنام يلا تنام، واللي منتجوزهم حتى لو منحب غيرهم، واللي بننتخبهم حسب مين هن، حياتنا بتتغير. نضحك عبيبي تتنام، يمكن بيك أو أمك، حبيبك أو مرتك، يمكن وزيركم أو صاحب شغلكم، ويمكن الدكانج الخطيار أو الجارة نسناس. نضحك عبيبي تتنام. كلنا منفكر كيف هالأشخاص بيأثروا علينا، بغيروا فينا، بس يمكن تتفاجأوا كيف ممكن تتغير حياتكم مع بيبي. أنا كمان بحبك بديع. نحن خلصنا المسرحية وانبسطنا كتير 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 حلوة. ماريونيت صعبة يا بديعة، مش مين ما كان بيعرف يحركها. بس أنا بدي هلا بدنا نظهر على الحفلة، اليوم آخر يوم لازم نودع بعض. أوكي حبيبي، وبدنا ناكل جاتو.